في محطة مصر في حاجات اسمها جرارة، الهدف من الجرارات دي انها تنقل عربيات للورش مثلا عشان يتعمل لها صيانة، وبيكون في سائق مسؤول عن الجرار. الجرارات تحركاتها محدودة جدا بالنسبة للقطارات، بتتحرك من المحطة للورش والعكس. يوم الاربع جرار معين كان واقف في حتة معينة فيها تقابل لطرق كتير، وفجأة جرار اخر بدأ يتجه للجرار اللي واقف ده. في محاولة لتفادي الجرار القادم، سائق الجرار بدأ يدور الجرار عشان يديه عزم ويتحرك بيه لقدام. للأسف السائق ملحقش يحرك الجرار في وقت مناسب، وحصل تصادم ما بين الجرارات، والسائق نزل من الجرار عشان يتخانق مع السائق الآخر من غير ما يقفل الجرار. وفجأة الجرار فلت من الجرار التاني اللي حايشه، وبسرعة مهولة بدأ يتحرك تجاه المحطة. ما كانش في أي حاجة توقف الجرار عن سيره، فوصل لآخر المحطة وانصدم بالحاجز الحديدي اللي أدى لانفجار تانك الجرار.